أفرجت الأجهزة الأمنية أمس عن 10 معتقلين منهم مهندسون كانت قد اعتقلتهم على خلفية نشاطهم ودعمهم للقضية الفلسطينية. وقال المهندس مازن ملصة أحد المعتقلين المفرج عنهم لليرموك، قال إن التحقيقات معه تركزت خلال 40 يوما من اعتقاله على نشاطه ودعمه للقضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. النصرة من عندك يا الله. اعتقالي واعتقال إخواني الشباب في الفترة الأخيرة وللأسف الشديد، وهذا يعني شيء يعني يحز في البال، تم على أثر والتحقيقات كانت تتم حول مقاومة الاحتلال الصهيوني ودعم المقاومة في فلسطين ودعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال الدعم. نقول أن هذا شيء مستهجن، هذا شيء غير مقبول. نقول أن دعم القضية الفلسطينية هو وسام وشرف، وأن من يدعم القضية الفلسطينية ومن يدعم المقاومة الفلسطينية ومن يدعم أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني ينبغي على دولهم وعلى أنظمتهم أن تكرمهم وأن تدعمهم، ولا يجب أن يدانوا أو أن يحولوا إلى محاكم أو أن يتم التحقيق معهم. أقول أنا كأسير محرر من سجون الاحتلال الصهيوني مكث 6 سنوات، كنت أتقبل وأفهم أن يكون هناك عدو محتل أرضي يقوم بالتحقيق معي ويقوم بمحاسبتي على مقاومته، لكن لا أفهم ولا أستوعب أن يكون بلدي، أن يكون هناك محقق مسلم أو عربي يقوم بمساءلتي عن دعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة بكل أشكال الدعم والإسناد. هذا شيء مستغرب وغير مفهوم. نقول أن دعم القضية الفلسطينية واجب عقيدة. المسجد الأقصى هو ليس لأهل فلسطين وحدهم، هو للأردني ولكل مسلم. ونقول أن العدو الصهيوني لا يستهدف فلسطين فقط، ولكنه عدو توسعي همجي سيستهدف الأردن بعد استهداف فلسطين وسيستهدف كل العالم العربي والإسلامي. نقول أيضا أننا مع أسرانا، أننا مع قضيتنا، أننا مع أقصانا مهما حدث الأمر. هذا وقد روى المهندس ملصة جانبا من ظروف اعتقاله قائلا إنها كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى أنه كان معزولا عن العالم الخارجي في زنزانته ولم يكن يسمح له برؤية أحد. مكثت في خلال فترة اعتقالي حوالي 40 يوم. الاعتقال مهما كان هو صعب، لأنني مكثت 40 يوم معزول عن العالم الخارجي، لا أتصل بأي إنسان سوى المحقق، ممنوع من سماع الأخبار، ممنوع من معرفة الوقت، ممنوع من أن أعرف أي شيء خارج حدود زنزانتي. هذا شيء صعب على النفس البشرية، هذا شيء لا يمكن استيعابه. حتى لم أكن باستطاعتي أن أعرف من هو في الزنزانة المجاورة ولا أعرف من هم معي في الزنازين، وكانت الظروف صعبة للغاية من حيث الضغط النفسي ومن حيث العزل عن العالم. 40 يوم لم أعلم ولا أعرف من دخل ومن خرج، ولم أعرف أي شيء في العالم، وكنت ممنوع في الزيارة حتى آخر زيارتين، ولم أرى أطفالي طوال فترة الزيارة، وأرى أن السجن ظروفه صعبة. لذلك أشد على أيدي جميع المتضامنين على أن يواصلوا دعمهم وإسنادهم حتى الإفراج عن جميع من تبقى من إخواني المسجونين والمعتقلين وعددهم 13. ينبغي أن نصعد الفعاليات، ينبغي أن نضغط على الحكومة. هؤلاء لم يقوموا بجرائم شرف، هؤلاء لم يسرقوا، هؤلاء لم ينهبوا، هؤلاء تهمتهم أنهم دعموا المقاومة ودعموا القضية الفلسطينية، هذا شرف يستحق عليه المكافأة، لا أن يعتقلوا ويبعدوا عن أماكن عملهم وعن أسرهم. Sounds good.